ملائي على التواصل، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات أشواط هذا الصباح المميز الجميل. وشوطنا السابع تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه، سابع أشواط هذا الصباح المميز الجميل الخاص هنا أيضا بأبناء القبائل، مع أيضا أشواط الثنايا. وشوطنا خاص بالقعدان هنا أيضا المحليات الأصايل. نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع هذا الانطلاق المميز الجميل، نتابع التحديات والإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام والصدارة، يأتي مياس على الصدارة وعلى المركز الأول لشاعرنا محمد بن حمد بن فطيس المري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ينطلق بصدارة هذا الشوط في هذا التحدي المميز الجميل، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يأتينا الشامي عبد الله بن حمودة بن سرحان النيادي، من يأتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث المركز الثالث وثالث مراكزنا المنطلق هنا مهدي صالح بن محمد بن العضيلي العامري، من يأتينا على المركز الثالث. والمركز الرابع الأسد راشد بن عبيد بن عبد الله بن يميع المهيري، من ينطلق على المركز هنا أيضا الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس ويأتينا شديد سلطان بن طهميمة بن كردوس العامري. وفي المركز السادس، سادس المراكز مناوش لغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي مع مناوش المنطلق على المركز هنا أيضا السادس. وفي المركز السابع يأتي مرسال المسري بن سالم بالعرطي الحميرية هنا، من يأتينا سابعا. وفي المركز الثامن، المركز الثامن يأتي شاهين سلطان بن محمد بن علي بن حمودة. وفي المركز التاسع مليح لراشد بن مطر بن محمد بالضبيعة لقتبي، من يأتينا بهذا الأداء المميز الجميل هنا بتحدياته جميلة. والمركز العاشر، المركز العاشر والمنطلق شاهين عيسى بن سلطان بن مبارك بن سند هنا أيضا لمسيفري الهاجري المنطلق بهذا الأداء المميز الجميل. هذه هي التحديات، ها هي الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مياس على الصدارة، مياس على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة، على المركز الأول مياس لمحمد بن حمد بن فطيس المري. شاعرنا يقدم لنا مياس على الصدارة وعلى المركز الأول. يلا يا سالم يا بن حمود يا المالكي، ركز هنا أيضا مع مياس وانطلاقته وتحدياته بهذا الأداء المميز الجميل. هنا يأتينا الشامي على المركز الثاني عبد الله بن حمودة بن سرحان النيادي، من يأتي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث وانتظار ثالث المراكز، مهدي من يأتينا على المركز الثالث هنا لصالح بن محمد طيب صالح بن محمد بن العضيلي العامري، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والمنطلق على رابع مراكزنا هنا والمتحدي شديد سلطان بن طهميمة بن كردوس العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مناوش لغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي المنطلق على خامس مراكزنا. مرسال في المركز السادس، المسري بن سالم بالعرطي الحميري من يأتينا سادسا. وفي المركز السابع شاهين سلطان بن محمد بن علي بن حمودة المنطلق على المركز هنا السادس. في هذا الأداء
المميز الجميل أو السابع المركز الثامن. المركز الثامن شاهين لحميد بن مبارك بن محمد الهلي من يأتينا ثامنا. وفي المركز التاسع مكرم للسهيل بن مسلم بطير العامري. وفي المركز العاشر سمحان لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك المنطلق مياس على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مسيطر كل السيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة مياس لشاعرنا المميز محمد بن حمد بن فطيس المري هو المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بمتابعة سالم المالكي من يتابعه على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلالة مياس هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز الثاني هنا المركز الثاني مناوش لغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث سمحان قادم بكل قوة هنا لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي قادم بكل قوة وعين أيضا على الصدارة على المقدمة في هذا الأداء المميز الجميل. ومن الجانب الآخر هناك شديد سلطان بن طهميمة بن قدوس العامري من يأتينا رابعا. وفي المركز الخامس هنا المنطلق على المركز الخامس شاهين سلطان بن محمد بن علي بن حمودة. وفي المركز السادس مكرم للسهيل بن مسلم بطير العامري من يأتينا هنا بهذا الأداء على سادس المراكز. المركز السابع شاهين لحميدي بن مبارك بن محمد بن هلي أو حميد بن مبارك بن محمد بن هلي المنطلق بهذا الأداء. المركز الثامن يأتينا مهدي صالح بن محمد بن العظيلي العامري. وفي المركز التاسع مبهق قادم بن محمد بن جار الله بن صالح هنا الغفراني المري المنطلق بهذا الأداء الجميل. والوصول هناك أيضا من هجوم لأحمد بن علي بن سالم بن علي بن خارس لقتبي من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بهذا التحدي المميز الجميل. الله، بدأت التحديات، بدأت الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ولكن مياس المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لشاعرنا محمد بن حمد بن فطيس المري من يسيطر على زمام الأمور بهذا الشعار المميز الجميل. هنا المنطلق 34 هو الرقم المميز الذي وضع بن فطيس على هذه النوعيات الجميلة. مياس إذن يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المنطلق بهذا الأداء الجميل. ومتابعة سالم المالكي بن حمود المالكي يتابع على الصدارة على المقدمة في مدرج الهبوط التلقائي إلى خط النهاية إلى الفوز إلى الناموس. وها هو تشاهدون مياس على الصدارة بدون أي أوامر ينطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. أخذ كادر إعلامي كامل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا بهذا الأداء الجميل
الجميل الجميل وما ادري المالكي بن فطيس لابس عقال السبق منكوس هنا مياس على الصداره وعلى المقدمه وعلى المركز الاول لحقوا هالبطلايب يا بن فطيس لحقوا هالبطلايب وشد الحيل هنا احقوا هالبطلايب هو روح واشقاي الله هنا 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 في هذا الاداء ارى المركز الثاني المركز الثاني والقادم مناوش لغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي قادم في هذه اللحظات على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث شديد سلطان بن طهميمة بن قردوس العامري وهناك بن هديبان ياتينا بمبهج محمد بن جار الله بن صالح الغفراني المري هنا بمبهج قادم في هذا الاداء الجميل ووصل هنا مكرم لسهيل بن مسلم بالطير العامري ياتينا على المركز الخامس وفي المركز السادس سمحان في المركز السادس هنا لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي وهناك شاهين سلطان بن محمد بن علي بن حموده ولكن الصداره 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 والمقدمه والمركز الاول مع مياس على الصداره مياس على المقدمه على المركز الاول يسيطر على زمام الامور وعلى الصداره وعلى المقدمه ولكن مبهج 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 وهنوك الله مناوش مناوش ومبهج يتسلل في هذه اللحظات هنا هنا مناوش لغفيج بن الصغير بن عبد الله المالكي على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول يسيطر على زمام الامور يسيطر على الصداره على المقدمه ومبهج ومكرم 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 يبغي التكريم يبغي التكريم مكرم مكرم ينتزع الصداره ينتزع الفوز ينتزع الناموس مكرم 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 هنا يبغي التكريم يبغي السلام لاهالي الهير هنا لسهيل بن مسلم بالطير العمري على الصداره على المقدمه على المركز الاول يسيطر على زمام الامور يهني يهدي الفوز والناموس لاهالي الهير هناك بهذه الانطلاقه الجميله سلام 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 لسهيل بن مسلم بالطير العامري على فوز مكرم بالمركز الاول تهانينا والناموس المركز الثاني مبهج محمد بن جار الله بن صالح الغفران المري المركز الثالث مناوش الخفيج بن الصغير بن عبد الله المالكي وفي المركز الرابع وصل هنا هجوم لأحمد بن علي بن سالم بن خرس نكتبي وهناك شاهين سلطان بن محمد بن علي بن حمودة من وصل على المركز الخامس وسادسا عن بن دري سابعا بن فطيس ثامنا لسلطان بن طهميمة بن قردوس ونعود إلى التوقيت الزمني 13 دقيقة 22 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل مع مكرم تهانينا لسهيل بن مسلم بالطير بن سهيل العامري على هذا الفوز المميز الجميل هناك مبهج محمد بن جار الله بن صالح الغفراني المري على المركز الثاني ب 13 دقيقة 23 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية وخمسة من الأجزاء من الثانية بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان هناك التحدي من قبل مناوش لغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي 13 دقيقة 25 ثانية جزء واحد يتيما من الثانية توقيته الزمني ها هي الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام شوطنا الثامن تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه ثامن